مقاومة الهواء وسرعة الرياح. حسام قوم اشرح الدرس. مقاومة الهواء وسرعة الرياح. شو هذا اللي بتمك؟ ولا اشي. بتاكل بحصتي؟ من وين جبت الاكل؟ استنى على الدور. شو بتسوي؟ شو شايف؟ اعمل لي سندوتشين بس كتر نوتيلا. تفضل. شكرا. مقاومة الهواء وسرعة الرياح وسرعة الدوران. حسام تعال اقعد اول واحد عشان تصحصح. هلا راح اخليك تصحصح معي. تكمن الطريقة الأخرى لتنظيم الجينات حقيقة النواة في تدخل الحمض النووي. يتم تقطيع قطع صغيرة من الحمض النووي. صحيح. والتجارب السريرية في إمكانية تسمى أقسام ثنائي السلسلة الناجمة للحمض النووي. الريبوزي المتدخل الأصغر وهي ترتبط بمجموعة من البروتينات التي شريطا واحدا من الحمض النووي الريبوزي. يرتبط الحمض النووي الريبوزي الصغير جزء الشريط الواحد الناشئ ومجموعة بأقسام من رسالة الحمض النووي الريبوزي المتعلقة بالتسلسل في السيتوبلازم، مما يؤدي إلى قطع رسالة الحمض النووي الريبوزي في هذه المنطقة ومنع الترجمة. الشكل 20 يشير إلى أن مجموعة البروتينات ترتبط برسالة الحمض النووي الريبوزي وتجري الأبحاث والتجارب. حسام صح صحت؟ كمل أستاذ، لسا كنت بتتعلم سباحة. الأستاذ غايب. ريحة حصة فاضية. راح اشتاق لك كثير. وانا كمان. وانت يا سهر، يمكن عرفتك فتره قصيره بس انا كثير ارتحت لك. بحبك. وانا كمان. يلا بسرعه، معنا وقت كثير نضيعه. اعطيني شوي وقت، يمكن ما اشوفه مره تانية. وين التليفون؟ حكى لي انه مش قادر يجي وضعك. طيب سلمي لي عليه او اقول لك ما تحكي معه بغار. وانت راح اشتاق لك اكثر واحد. وانا اكثر. يلا حبيبي الحصه الاولى راح تبدا. يلا ولا ورانا سنه بتجنن. يلا سلام. مارو الولد مش عارفه والله، من اول ما صحيته على المدرسه وهو زي هيك. يا اخي الامتحان حيبدا هلا وانا ما لحقت ادرس صفحه 90. ولا انا اصلا. مستحيل تجبر الامتحان، يعني الاستاذ حيسيب كل الكتاب ويعمل الامتحان بس من صفحه 90؟ شباب انا اليوم سبت كل الكتاب وحبيت اعملكم امتحان بس من صفحه 90. اذا اجالك مريض وبده دواء شو بتعمل؟ بخربش على ورقه وبعطيه اياها. احسنت. يلا خلونا نشوف مين راح يتخرج من الدفعه. احمد شوف الوصفه اللي كتبتها. لا ما عجبتني الكتابة، لسه مفهومة، مكتوب بنادول، انت حتعيد السنة. محمد اشوف ورقتك. انت احسن منه بس لسه مفهومة، لسه بدك دورات ومحاضرات، عيد السنة. حسام مش مصدق، انا نفسي مش فاهم شو المكتوب. انت مش بس رح تتخرج الاول على الدفعة، انت رح نعمل مادة باسمك. في مجال اسير تلميذك؟ بفكر بالموضوع. حسام افتح صفحة 20 واخذ القطعة بصوت عالي. حسام حسام شو بتسوي؟ اذا بدك ارسمك هات خمسة واستنى على الطابور. حسام عملت الواجب؟ عملته بس نسيته بالبيت. طيب كلم حد من اهلك يجيبه. اهلي بالشغل مش فاضيين. طيب روح انت جيبه وتعال. ما معي مفتاح البيت. انا عندي نسخه، روح جيبه وتعال. عندنا حصه هلا اهم من الواجب. معلش روح جيبه وتعال. ما معي فلوس للتاكسي. روح بالباص. الباص خربان. طيب تعال اوصلك انا. وين الدفتر؟ هيو. والله طلعت عن جد عامله. حكيت لك عامله. طب يلا نرجع المدرسة. خلص خلص الدوام اليوم، جيبه بكرة. اليوم بدي اعطيكم نبذة عن المنهج تبعنا بما انه اول يوم بالمدرسة وما عندنا دراسة. طيب اول درس رح يكون عن الوراثة المعقدة والوراثة البشرية، عندنا انماط اساسية للوراثة البشرية، وثاني درس عن علم الوراثة الجزيئية، عندنا الدي ان اي وتناسخ الدي ان اي والار ان اي. وبعد ما خلصنا الوحدة الثانية حندخل بالثالثة اللي هي التطور، والتطور هو الدرس السادس جهاز المناعة. ما هو جهاز المناعة؟ وهيك بكون خلصنا الفصل الاول. بكره عندكم امتحان بكل درسنا اليوم. مع السلامة. احمد خالد محمد عمر حسام بدنا نخترع اشي يدمر حياة الطالب. زي شو يعني؟ خليناهم يحضروا للدروس وعملنا لهم امتحانات ما بتنحل، ما ضل اشي. مش عارف يا اخي بس حاسس انه ما بكفي، لسه في طلاب برجعوا على البيت وبيطلعوا وبيلعبوا الا ما يكون في اشي لسه ما عملناه.
إذا حد حكى لي أعمل كمان إشي للشغل بالبيت راح أموت. بس لقيتها. بدك تقتلهم؟ لا يا زكي، بدي أخترع إشي يخليهم يكرهوا حالهم، هم بالمدرسة وهم بالبيت. نفس تفكيري بالضبط. إحنا راح نطلع أصعب أسئلة بالكتاب ومن برا الكتاب ونحطهم ورقة صغيرة زي هاي. كتير صغيرة. ونخليهم يحاولوا يحلوها من أول ما يرجعوا على البيت ليناموا، وتسليمها اليوم اللي بعده. مش عارف شو أحكي لك، أنت راح تنحرق حرق بجهنم. درست الامتحان؟ درسته كله حافظه بصم ولا غلطة إن شاء الله. حظك يا أخي، تعلم تعلم. بسم الله. لا شو لا؟ أنا عارف إنك ضليت سهران طول الليل تدرس الامتحان. طيب، وأنا عارف إنه هذا الامتحان بعيني لك كتير، عشان هيك أنت موجود معي عشان نحله. صح، بدأت أشم ريحة الخوف طالعة منك. آسف، هاي الريحة طلعت مني بالغلط. أرف في قرفك. شوف، أنا عارف إن مستقبلك كله بيعتمد على هذا الامتحان، عشان هيك أنا قررت إني أطلع إجازة. شو بتحكي أنت؟ أنا وثقت فيك، كيف بدك تعمل فيي هيك؟ بدك إشي قبل ما أروح؟ بدي تحل لي الامتحان. يا ريت بقدر أساعدك، بس صرت ماسح كل المعلومات. مع السلامة. بدك تروح الجامعة اليوم؟ لا مش جاي بالي، بس الدكتور حكى انه راح ياخذ الحضور واللي مش مداوم راح يعطيه صفر. طيب بس بنروح ناخذ الحضور ونطلع. اوكي اوكي. محاضرة اليوم حتكون عن دكتور ما حتاخذ حضور بالاول؟ لا كمان شوي. محاضرة اليوم حتكون عن دكتور ما تحتاخذ الحضور. يا حبيبي اصبر، خليني احكي لكم عنوان المحاضرة على الاقل. محاضرة اليوم عن دكتور ما تحتاخذ الحضور. باخر محاضرة حاخذ الحضور. اوكي اوكي، اسمع بس ياخذ الحضور صحيني. طيب، وهيك بكون خلصت المحاضرة، يلا مع السلامة. دكتور استنى. شو بدك؟ وين رايح؟ مروح. ما بدك تاخذ الحضور؟ لا مش جاي بالي اخذه اليوم. حسام اطلع برا. يلا شباب. وين رايحين؟ انا حكيت حسام بس مش حسام واصحابه. حكى لي المدير اذا ما رجعته. قال المدير تعال بسرعة، طلاب طلعوا من الصف. ما بقدر اجي لك هلا. ليش وينك؟ انا مع حسام. واحد زائد واحد يساوي كم؟ حسام 2. خطأ. أحمد 2. صح، زقفوله. راح أحط لك علامة كاملة بالمشاركة وأحط اسمك على قائمة الشرف والطلاب المتفوقين. شو رأيك أعطي سيارة بالمرة؟ وراح أعطيك سيارة بالمرة. طيب طيب، اسألني سؤال تاني. 2 زائد 2 كم؟ 4. خطأ. أستاذ أستاذ. أحمد 4. أحسنت، بارك الله فيك. يا أخي هذا الأستاذ ما في منه فايدة، بس بضل قاعد على الكرسي بلعب بالتليفون وكل شيء بحط إصبع بمنخاره. حتى طلع وين راح؟ شايف حتى بنص الحصة بطلع، حسسني مدرسة أبوه. مالك؟ بدك تروح الحمام؟ استنى بس ارجع الأستاذ. الأستاذ هيو أجا إذا بدك تروح الحمام. شو آخر إشي سمعته؟ كل إشي. لا لا عن جد بدون مزح. طيب أنا هوقف تصوير بس عشان في اجتماع أولياء أمور. ما في داعي نروح، كل درجاتي عالية. قدامي. السلام عليكم، انا ابو لحسام. هو انت عايش؟ ها؟ هو بحب يمزح مع الاهل. شوف انا صراحه مش عارف كيف مستحملينه بالبيت. شو بتشربوا انتو؟ عصير بصل. ليش شو عمل؟ ما عملت اشي، دائما بكون مركز مع الاستاذ بالحصه. ابنك هذا ما بعد مكانه ابدا ولا حتى بحضر دروسه. ابني وبيروح الحمام وبرجع لي على الحصه الاخيره. وشو كمان؟ والمره الماضيه لقيته ماخذ الطلاب رحله. رحله؟ رحله لاستكشاف اثار المدرسه. لازم حد يعلمهم. ومره لقيته عملهم مسابقه لافضل صحن اندومي ويستكشف مواهبهم. وفي كمان كثير شغلات بس نسيتهم. ايوه، يعني بشكل عام كيف ابني بالمدرسه؟ زباله. حتى الزبالة أحسن. يلا حسام على البيت. فرصة سعيدة أستاذ.